السلام عليكم، معكم عدنان عبد الله، خريج هندسة ميكانيكية من كندا. يحيى أبو بكر الخطيب، جامعة الملك عبد العزيز، هندسة ميكانيكا. محمد عبد العزيز الغرير، تخصص هندسة ميكانيكية، خريج جامعة الملك عبد العزيز. المهندس السعيد محمد الشهراني، تخصص هندسة ميكانيكية، خريج جامعة الملك خالد. حاليا جالس اخذ الدوره المقدمه من هيئه المهندسين في مركز التدريب بمحطه التحليه بالجبيل. صراحه دوره مفيده وتطرقنا لمواضيع جديده علينا، فقاعدين ناخذ خبرات وبنفس الوقت تطبيق عملي للشيء الاكاديمي اللي احنا قاعدين ناخذه. الجانب العملي حتفيدني فيه كثير، فعشان كذا هم يحاولوا يقووك في الاشياء المتطلبه في سوق العمل. البرنامج مكثف وقوي جدا، ونشكرهم على هذه المبادرة وعلى إتاحة هذه الفرصة للمهندسين الخريجين. كلمة أوجهها لهيئة المهندسين. نشكر الهيئة على إتاحتها لهذه الفرصة وعلى كل المجهودات اللي قاعدين يسووها. صراحة في يعني جهد ملاحظ في تحضيرنا لسوق العمل، مشكورين على الجهود اللي قدمتوها، وإن شاء الله احنا استفدنا من هذا البرنامج بإذن الله.